السلام عليكم، مرحبا بكم. موضوع اليوم هو تقدير ومقارنات الأطفال. شكرا عبد الرحمن. لنفهم ونطبق، نلاحظ ونعبر ثم نلون بألوان مختلفة طريق كل دعسوقة إلى الأزهار. هذه هي الدعسوقة، ثلاث دعسوقات هنا، وهذه هي الأزهار. سنلون الطريق التي الطريق طريق الدعسوقة إلى الأزهار. ثم السؤال الثاني، نحيط بالأحمر الدعسوقة التي ستصل إلى الأزهار قبل أختيها، وبالأزرق الدعسوقة التي ستصل متأخرة عن أختيها. إذن الأحمر التي ستصل أولا بالأحمر، والتي ستكون هي الأخيرة سنلونها بالأزرق. واضح عبد الرحمن؟ نعم. إذن أول شيء سنلون طريق، يعني أي طريق يؤدي، طبعا هذا الطريق في مثلا هذا إذا نأخذ العرض مثلا هذه، ثم هذه الطريق. إذا هذه الدعسوقة ستأخذ، نلون بلون ألوان مختلفة، عفوا نأخذ لون مختلف، لون مثلا أزرق. أخضر. نعم أخضر. أخضر، نأخذ الأخضر. قال عبد الرحمن الأخضر، نأخذ الأخضر. هيا نعم نلون هذا. هكذا. ثم الطريق الذي ستأخذه الدعسوقة الثالثة سنلونه بالأزرق. إذن هكذا. هذه أخذت هذا الطريق وهذه هذا الطريق. إذا بهذه الطريقة تنجزون هذا التمرين، و ثم نحيط بالأحمر، نأخذ لون الأحمر. الدعسوقة التي ستصل إلى أزهار قبل أختيها، إذا هذه نلونها بالأحمر لأنها ستصل، هي الأقرب إلى الزهور. وبالأزرق الدعسوقة التي ستصل متأخرة عن أختيها. ما هي، أين هي الدعسوقة التي ستصل متأخرة عن أختيها؟ هذه أو هذه؟ هذه؟ ها؟ ماذا تقول؟ جوابك؟ هذه؟ أحسنت. إذن نلونها بأي لون؟ بأي لون؟ الأزرق. الأزرق، نحيطها باللون الأزرق. هكذا؟ نعم. الآن نمر إلى التمرين الموالي. أحدد، اقرأ اقرأ. أحدد الأقراص. انتبه. أحدد أقراص أقصر سلم بعلامتي. بهذه العلامة. إذن هذا السلم كم من كم درجة يتكون هذا السلم؟ احسب معي. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. إذن ست درجات، وهنا احسب معي. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. سبع درجات. إذن هذا السلم يتكون من ست درجات وهذا من سبعة. ما هو أقصر سلم؟
وستة، رقم ستة. ستة هو نضع فقط علامة، لا تكتب هذه الأرقام، أنا سأمسحها، سنضع فقط علامة في أقصر سلة. أرتب الحافلات من الأقصر إلى الأطول باستعمال الأعداد من 1 إلى 3. كيف ستحسب؟ يعني كيف ستعرف الأقصر؟ تكلم، غير تحدث معي. من الأصفر إلى الأحمر. كيف هذه أصفر؟ لا، كيف ستعرف أقصر حافلة؟ طبعا من الأقصر إلى الأطول، سنبدأ بالأقصر. كيف ستعرف الأقصر؟ ماذا ستحسب؟ عدد ماذا؟ عدد نوافذ. نوافذ. كم من نافذة هنا؟ ممكن أن نقول 1، هذه الأمامية 1، 2، 3، 4، ممكن أن أحسب 5 مثلا، 5، وهذه كم من نافذة عندنا؟ 1، 2، بصوت مرتفع، 1، 2، 3، 4، 5، 6. إذن هذه أكبر من هذه. نعم. ولنحسب العليا، احسب معي، 1، 2، 3، 4، 5، 6 زائد هاد ما كيناش. لا موجودة هنا. ها؟ ما كيناش. ولكن هذه تبدو هي أكبر من هذه، وإن كانت فيها 6 نوافذ. إذن هذه الأقصر، أليس كذلك؟ 1 والتي تليها الصفراء، ثم بعد ذلك الحمراء. ورتب الحافلات من الأقصر إلى الأطول باستعمال الأعداد من 1 إلى 3. واضح الأمر؟ نعم. نمر هذه التمارين، تبدو سهلة، يعني سهلة في المتناول. من يستطيع القراءة؟ إذن القراءة قلنا أنها مهمة جدا، ركزوا عليها. أنا. ركزوا عليها. ماذا تريد؟ أنت تريد أن تقرأ؟ نعم. ألون بنفس اللون، لون الأشرطة التي لها نفس. نفس ماذا؟ نفس الطول. نفس الطول. طولي. فهمت ما نطلب؟ نعم. أن نلون. نعم نعم. نعم، أن نلون الأشرطة التي لها نفس الطول. 1، 2، 3، 4، 5، 6. هذا فيه 6 مربعات هذا الشريط. نبحث عن مربع آخر في 6 شريط آخر في 6 مربعات. هذا. واحد، احسب معي. هذا. نعم هذا. فوق منه. هذا في 6. متأكد؟ حسبتهم قبيلة. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. في 7. احسب معي هذا. 1، 2، 3، 4، 5، 6. إذا نلون هذا بالأحمر، نأخذ اللون الأحمر ثم نلون هذا الشريط، نأخذ ربما هذا يكون نعم، نأخذ إذن هذا نلونه بأي لون قلنا؟ بالأحمر. وهل هناك شريط آخر فيه 6 مربعات؟ لا، ليس هناك. الآن هذا تأكد منه. هذا لكن فيه 5 مربعات ولا 6 مربعات؟ 5 مربعات. 1، 2، 3. خمسة. 1، 2، 3، 4، 5. 1، 2، 3، 4، 5. نأخذ اللون الأصفر، نضع فقط هذا. إذن هذا بالأصفر. طويل هذا.